ما يعرف بالكسارات مشكلة في بدر يعاني منها المواطن المتروك لمواجهة أضرارها وحده ودفع كلفة نتائجها التي عادت بالأمراض عليه وخلفت الآثار السلبية على البيئة أيضا. المشروع الزراعي والخل وأثرت على المساكن وكبرى، وهذا بروح كبرى بشوفوا تتفرجوا على الأشجار وتفرجوا، وتأثرت على المناطق هلبة سواء كان الريح جاي قبلي أو جاي بحري، يعني تتأثر على جميع المناطق اللي موجودة في جنبها، وهذا مخالفة للقانون. كان بيدوروا القانون الرسمي للنقابة، أما يشرط عليهم أن يديروا سد أشجار عادية، لأني قبل كنت نشتغل في كسارة وكانت في نقابات تشرط علينا أن ضروري نسد أشجار وفتح بير غالي حفر بير. هذه المحاجر وما تنتجه من مواد بناء مثل الزلاط المعروف بالشرشور والبودرة والميستو وغيرها من المواد الترابية التي تستعمل في الطرق والبناء، وأيضا عدم وجود آبار رش للمياه على تلك الحمولات التي تنقلها شاحنات النقل، أمر صار مقلقا بالنسبة لأهل بدر وما لحق بهم من أضرار خاصة عند هبوب رياح القبلي على المنطقة، سائلين الجهات المعنية أخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من التقليل من هذه المخالفات البيئية المستمرة.